هي انا واحد عيا من ديالها في الرباط ماشي غير تعرضت للاعتداء الجنسي ماشي غير من واحد من شخصين ونقلت بسياره ولكن في الاخر وجدت نفسها في دائره الاتهام فين كنتي وعلاش كنتي واش كنتي داخله لهذيك القهوه واش كنتي سكرانه واش ما كنتيش شكون اللي غادي يثبت ما كاين حتى حد اللي كيشهد كيفاش مشيتي والناس ما شافوكش كيفاش ركبتي في السياره وما شافك حتى حد يعني القطر نفسها في الاخر هي اللي موضوعه في دائره في دائره الاتهام وكتعرض لواحد العنف نفسي وتضييق كبير حتى عند الاستماع لها من عند القضاء في ديال التحقيق وبالعكس صبحت هي كتخاف انها هي اللي تتابع بانها غير كذبات وان داكشي كله غير تخيلاته علما بان كاين عنف واضح وكاين الهاتف اللي ممكن يتخاد منه كل المعطيات. اذا اللي بغيت نقول ان في هاد علاش انا سردتها باش نبين بانه الدوله ملي قررت هذا المشروع ديال القانون وكانها كتستشرف اشنو بغات دير به ففي عوض ما تتابع به فعلا يكون حمايه للنساء ولا واحد السيف المسلط على رقاب المخالفين والمنتقدين. كما دعبت الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان دائما سنويا على تقديم تقاريرها للسنه اللي كتكون مضات على كل الخروقات والانتهاكات سواء الجسيمه او غيرها من انتهاكات والخروقات اللي كتعرفها حقوق الانسان. كذلك نفس الشيء قامت به اليوم، هو كانت كتعرضات تقريرها السنوي لسنه 2021 وايضا السته اشهر الاولى من 2022. بالنسبه للخروقات اللي رصدتها الجمعيه بشكل كبير، الاول مما لمسته انه ما كاينش واحد التقدم ملموس على مستوى يعني تجاوز الخروقات اللي كانت خلال سنه 2020، خصوصا وان هذه السنتين المعروف انه كانت حال الطوارئ الصحيه اللي زادت وعمقات من حجم الخروقات اللي تعرضوا لها المواطنين والمواطنات، فالخروقات ما زالت مستمره سواء على مستوى الحقوق والحريات الأساسية مثلا على مستوى التنظيم، على مستوى حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، على مستوى الحقوق أيضا على مستوى الحق في التظاهر السلمي، كل هذه الحقوقات هذه السنة ما زادت إلا عمقات مثلا تلك الخروقات وتكاد تغلق الفضاء العام اللي كتمارس فيه هذه الحقوق، كما تم أيضا السطو حتى على الفضاء الافتراضي اللي هو الفيسبوك، يعني الفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي اللي اصبح يتابع المواطنين من اجلها ويحكم بعقوبات كبيره وعقوبات سالبه للحريه. وفي ذلك من ذلك مثلا سعيد العالمي ونور الدين العواج وغيرهم من المعتقلين اللي معتقل هذه الخلفيه. فيما يتعلق بسنه 2021 مع الاسف مره اخرى لم نشهد تطورا او تقدما في مجال حقوق الانسان في المغرب. إذ الخروقات اللي دائما نقف عندها باقا تتكرر بشكل كل سنة تنقولوا نفس الجملة، نتمنى على أن الدولة تستفيد وعلى الأقل يكون هناك تحسن، يعني باستثناء ذاك الخطاب اللي كتحاول تروج له، ففاش كنهبطوا لو تيران في لا رياليتي وفي الحقيقة نجد أن ما يقع في التيران يعني في الأرض بعيد كل البعد على الواقع. كذلك سنة 21 وصمت او لا فيما يتعلق بشكل عام قبل ما ندخلوا للديتاي باستمرار العمل بحاله الطوارئ الصحيه. كنظن ما كاينش دوله في العالم باقا حتى الان كدير يعني من بدات من مارس من 23 مارس حتى لدابا، ماشي حتى لدابا لان دابا حتى لا فان دي موا وغاتاني يمدوا وحنا في حاله طوارئ صحيه. مجموعه ديال الدول رخفات شويه بدلات مجموعه ديال الحوايج ولكن في المغرب بقات نفس الشكل، يعني استمرار حالات الطوارئ ولكن بقات دائما المعالجه او المقاربه الامنيه هي اللي طغات على التعاطي مع مجموعه ديال المعطيات فيما يتعلق بسنه 2021. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.